سمعت الدعوة من القس يوسف، وأنا بكرر هذا الشيء، يمكن هذه الأنواع من الإيمان الغير مخلص بيكشف ناحية معينة في حياتك، أنك تفحص نفسك في ضوء الروح القدس، في ضوء كلمة الله، وفعلا مش على أساس نشاور عليك شو نوعية إيمانك وإذا أنت يعني المقياس حلو ولا مش حلو، لا الرب هو اللي بيعرف، لكن بكل بساطة أنه نتواضع أمام الله وفعلا نعترف بخطايانا ونتوب عنها ونسلم حياتنا ليسوع المسيح. والمعجزة أنه فعلا المسيح بيخلص وأنه بيجي لحياتك والروح القدس بيسكن فيك. بحب أسمع منك وصلاة أنه الرب يباركك. إلى اللقاء.